مولع بهذا العالم الإلكتروني، منصات التواصل، إشادات طيبة على المستوى الفني، لكن هذه الملاحظات. أولا، أكثر موقع ترتاده شنو أنت؟ إنستغرام، بدون لا تجاوب. طيب، شنو سر هذا الموضوع؟ ليش أنت مولع بهذا التفاصيل بمواقع التواصل؟ لا شوف، أنا مو مولع، بس أنا بحكم أكو لاعبين هواي أمور يسووها يعجوز ما يصورون. يعني مثلاً لاعب يطلع يروح، يجوز أنا أسوي شغلات صح أنت تشوفني إنه أنا أنشر أو غيرك يشوفني أنشر، بس أنا أكو شغلات أكو لاعبين يسووها الضرب بهم أنا ما أسويها. اللي هي شنو؟ هواي، لا هواي أمور يعني، والقريبين على مصطفى يعرفون هاي يعني. لا هذا شنو الشيء؟ الأمور اللي ممكن يسووها تقول الضرهم وبالمقابل أنت ما تسوي؟ يعني أمور هواي الضرهم يعني. والله ما راح تطيني ولا أنا ما أعطيك. لا يعني أكيد كابتن، كابتن دائما يلعب لك باص. يسعفك. لا تعليك بنفسك. إيه صحيح، يعني مو كابتن، هم أسهل العالم. أنت مثل ما تقول عالم تشوف فقط. مصطفى، المواقع الإلكترونية ما ماخذة من مستواك الفني بصراحة، ما ماخذة من وقتك. لا والله ما تسهر. لا ما أسهر والله. يعني هذه فانزات مصطفى وجبات وما ادري شو. اول شيء شوف استاذ علي، انا طالب جامعه تكنولوجيه. يعني طيب، قبل اكون لاعب وانا مثقف يعني، واذا على سالفه انه اهتم بلبسي او اهتم بمظهري او هذا الشيء يعني كنا نسوي. اذا سالفه انه فقط انه انا مرحله انت ها مرحله رابعه مكبل. لا والله ما مكبل بالجامعه. طيب، ترتاد مواقع التواصل الاجتماعي تتابعها؟ اكيد اتابعها، بس ما متعمق بها استاذ علي. مو مثل الجماعه. لا ما متعمق بها، يعني اتابع الاخبار. اتابع. يقول ماكو تحكي والله. لا لا ما والدليل اخذوا الصفحه مالتي مال الفيسبوك ولحد الان ما اعرف ارجعها. منو اخذها؟ هكرت يعني؟ والله تهكرت، خذوها من عندي. وانت؟ انا ذكرت لك بعيد انا عن مواقع التواصل الاجتماعي. هو محمد داشي يجي انا اقول له. هو احنا كنا يمتوف. محمد عندهم نص قطعه يبنوها، صار سنتين ونص. هذا شو كنت تتمنى نص قطعه؟ كملت ان شاء الله. كملت؟ كملت ان شاء الله ما بقى شيء. غرفتك وين؟ فوق جوا؟ فوق بالكون. فوق. اسمع، فيها بالكون. فيها بالكون. اي، شنو رايك باللي يتاثر بمواقع التواصل الاجتماعي؟ اليوم صار منصه مهمه تسمع بها اراء الجمهور، تفتح لك الفرصه لاخذ استطلاع واستبيان. هسه احنا لا نقول مع البعد النهائي ولا القرب، قرب يعني امر بين امرين. انا ما قلت لك كلش بعيد يعني عن مواقع التواصل، لا يعني قليل ارتاد انه ادخل عليها واشوف شكو ماكو مرات. بين فتره وفتره انه ادخل اشوف شكو ماكو. شلون تتعامل مع الانتقاد؟